ناس كتير حياتها الزوجية انتهت عشان حد من الطرفين ما بيخلفش، بس سارة بطل القصة حقيقية النهاردة لما اتطلقت من جوزها الأولاني بسبب الخلفة اكتشفت أن عدم الخلفة أرحم بكتير من كل اللي شافته مع جوزها التاني، وجوزها التاني يبقى ابن خالتها. مشيت الحياة بيهم كويس في أول 3 سنين لحد ما جاب لابتوب بقى يدخل على الإنترنت، تعرف على ناس تانية، بقى كل شوية يعمل معها مشاكل وخناقات. هو بيشتغل محاسب في قرية سياحية، كان على طول متغيب يعني عن البيت بالشهر والشهرين. رغم المشاكل سارة خلفت منه ولد وبنت. بدل ما يهتم بعياله بقى سايب البيت من غير مصاريف ولا بيسأل عليهم. حتى لما بنته جالها كانسر فضل زي ما هو، بقت سارة هي اللي بتجري على علاج البنت لوحدها، لحد ما سارة اكتشفت انه متجوز عليها واحدة زميلته في الشغل، طلبت منه الطلاق. خدته راحت عند المأذون، ساعتها جوزها قعد يعيط وطلب منها تسامحه ووعدها انه هيتغير، وهي سامحته. بس بعد ما رجعت اكتشفت انه زي ما هو ويمكن اسوأ. ده حتى مراته التانية خلعته. قررت سارة ان هي ترفع عليه قضية طلاق، كسبتها وكسبت اغلب القضايا اللي رفعتها ضده. فرجع يوسط ناس كتير ووعدوها انه هو خلاص هيتغير، قالوا لها المرة دي احنا ضامنينه.